عندي درس بسيط لكن في شغلة حضرتني من لازم أتكلم فيها بحكم مجالي وتخصصي. يعني كنا أنا إمام مسجد ولي تقريبا الآن أكثر من 6 سنوات، ومرت علينا مشاكل المصلين وحتى في بلاوي تصير و و و الشيطان سبحان الله يدخل ترى في أقل الأشياء، والله أهون من حتى تساقط الشعر يدخل فيها الشيطان. هذا الشيطان حتى لو تحب رفيقك شنو يقلب عليك قلبه يخليك. شو أقول لك شباب، احنا اتفقنا من أول برنامج وتوكلتوني وأنا ما أسوي شيء إلا بعد مشورتكم. هذا اللي حطيناه مو عبث، الجدول اللي حطيناه مو عبث، تم التعديل عليه أيضا مو عبث. احنا مو بس مسجد هنا، احنا مسجد في ناس قاعد يطلعوننا هنا. قاعد أول رسالة بنوصلها الالتزام بالوقت، ثاني رسالة الإقامة. لما يجي شخص يقول يا أحمد أو يا فلان ليش أذنت عني، واحد وجد في المسجد دخل الوقت، الكاميرا أعطتنا الإشارة أذن، أروح أوقظك قعدك ولا أروح أذن؟ الأولى شنو شباب؟ العقل شو يقول؟ أذان. فلا يروح يعاتب أنا والله وكذا، واحد من الشباب إيه، واحد يعاتب الثاني يعاتب، ما لك حق تعاتب أبدا وتنتظر الرد وانت بصدر رحب، لأن المخطئ يعترف أنه مخطئ. اثنين، لما حطينا الإقامة باكل بتأخر، ليش تأخر الإقامة؟ شباب أرجوكم لا حد يقول أخر الإقامة، لأن مثل ما أنت ساعات تي ومسبق الوقت ويجي واحد متأخر يقول ليش ما هذه، فعشان نتفق احنا ولا حد يزعل نخليه على الوقت بالضبط. أنا قمت صار حزة الأكل قمت وحين برد أكل مرة ثانية ما في مشكلة، أما ننطقها سوالف ورايحين ورادين واوا وبعدين ليش أخرت؟ اليوم أخرنا 25 دقيقة، لم يكن 27 دقيقة أخرنا الإقامة. هذا أنا قلت الحين السبب، إحنا عشان نلتزم تقدر تهد لقمتك وتروح هذه، لأن أنت تعرف إن في شيء ثابت الصلاة. ترى إحنا قاعد نوصل حق الناس إن في التزام في الوقت ويحترم. أنا إذا كذي عيل أنا قاعد في الفريج في مسجدي، والله أبو محمد لحين ما تغدى ناطرة، والله أم علي لحين ما شبت الغدا، ما استفدنا شيء. مهما كان أنا قمت الآن وصليت ويا سعد بعدين ويا مدري من قبل الوقت، شو اللي يخلي فلان يتأخر؟ وصالح ما قلنا شيء الحين، فاهمين يا شباب؟ عشان لا يدخل، والله العظيم الشيطان يدخل في هذا الاختلاف. خلونا أرجوكم لا حد يتكلم، أي واحد أي واحد يوصل رسالة لا حد يقول للثاني أخر الإقامة، أخر الإقامة على الوقت يا شباب. هذا الكلام متفقين عليه والمسلمون عند شروطهم. جزاكم الله خير، ما تقصروا. نجيب أخشي لا بعد لازم قاعدة متوب عليها أبو محمد.